انا عايز ابتدي مع حضرتك من نقطه يمكن اتكلمنا فيها قبل ما نطلع على الهواء مباشره. تمام. كثير من المبادرات بتقدم في مجال الاس ام ايز او السمول ميديم انتربرايزز، المشاريع الصغيره والمتوسطه. تمام. كتير قوي من المبادرات وكتير قوي شغل بيتقال، اشمعنى المبادره دي وزاره التنميه المحليه قررت انها تتبناها وشغاله عليها؟ تمام. دعني في الاول بس اعمل مقدمه لمده دقيقه واحده. طبعا يا فندم، معاك كل الوقت. وزاره التنميه المحليه في 2015 عملت مبادرة اسمها مشروعك. مظبوط. بالتعاون مع مجموعة من البنوك، ست بنوك ما بين بنوك حكومية وبنوك استثمارية. عظيم. المشروعك ده مستمر لغاية النهاردة، وهدفه باختصار شديد تمويل الشباب أو تمويل راغبي الحصول على قروض لعمل مشروعات متناهية الصغر والصغيرة. مش هتكلم كتير عن الموضوع ده، إنما هقول إيه إنجازات هذا المشروع لغاية النهاردة. إنجازات المشروع ده إن إحنا وصلنا ل 20 مليار قروض. تمام. عملت حوالي 175,200 مشروع، ووفرت حوالي 1,100,000 وظيفة عمل. النقطة المهمة قوي إن لو إحنا قسمنا المشروع نصين لغاية نهاية 2017 ومن 2018 للنهاردة، هنلاقي إن الفترتين تقريبا متساويين. 80% من الإقراض تم في مرحلة من 2018 ل 2020. في طفرة كبيرة. يعني إحنا بنتكلم في حوالي 4 مليار لغاية 2017 في مقابل 16 مليار من 2018 لغايه النهارده، لغايه 30/6 يعني. البنوك مقبله على المشروع، وده يديني انديكيشن او مؤشر ان التعثر عندي قليل مش قوي. طب ده كان مؤشر لينا في ايه بقى واحنا بنحلل؟ بقى عندنا انتشار جيد. الموظفين ودربنا 1000 موظف، وانا بقول 1000 مش شرط يكونوا 1000 موظف، ممكن يكونوا 600 او 700 بس اتدربوا اكتر من تدريب. الموظفين بتوع المحليات والوحدات المحليه بقى عندهم القدره ان هم يعرفوا يختاروا العميل ويعرفوا يتعاملوا مع البنك ويؤهلوه، لان الطفره دي ما جاتش كده. ثلاثه، ان انا بقى انا خلاص بقيت اعرف اتعامل مع العميل وادي له تمويل، اعرف اقول له يعني ايه المشروع اللي ينفع معاه ده ممكن ويستفيد منه، وايه البنك اللي يقرضه ده ممكن. وفي الاغلب الولد بيجي بالمشروع بتاعه. معايا حضراتكم هنا؟ يبقى نقطتين، انا نجحت اني اتعامل مع المجتمع ونجحت اني احقق كلمه، لان 20 مليار ده مش مبلغ قليل، 175,000 مشروع ده مش رقم قليل. طب انا عايز اعمل بقى قيمه مضافه، ما بقاش موضوع تمويل بس. النقطه الثانيه زي ما حضرتك قلتي، غالبيه الناس بيجوا لي يقولوا لي انا عايز مشروع كذا او انا عندي مشروع كذا. ده ادى للوزاره، وطبعا ما ننكرش ان من 2018 ده كان قياده وزاره جديده بتعديل جديد، وهي اللي تبنت الفكره ان يدي اهتمام تبنت المشروعات الصغيره والمتوسطه. ده كان الاساس، ده اللي خلانا نفكر يبقى ايه القيمه المضافه اللي نعملها. هنفضل نقرض بس كلمه اقراض فقط؟ لا، لازم يبقى في قيمه مضافه. بدينا نعمل شبكه من العلاقات، اولهم طبعا كان جهاز تنميه المشروعات، الاب الروحي بتاع المشروعات الصغيره، وهيئات اخرى داعمه للمشروعات. في خلال هذه المده شفنا مبادره شغلك في قريتك. الحقيقه يا فندم حضرتك كنت بديت كلام صح جدا، ان في مبادرات كثيره جدا من رجال الاعمال بصفه عامه بتتقدم هنا، سواء كانت للمشروعات الصغيره والمتوسطه او لغيرها. مظبوط. الجديد كان ان الوزاره تؤمن بانها تتبنى هذه القضيه، والاهم تتبنى ان البلاي ميكر او صانع الالعاب او المايسترو بتاع هو رجل الاعمال. لان انا وظيفتي اهيئ المناخ، وكلمه اهيئ المناخ دي هنتكلم عليها مش باستفاضه انما هندي فيها، انما هو اللي هيقول. ودي كان السبب ان قياده الوزاره قالت نتبنى هذا الموضوع. واعتقد ان اتحاد الصناعات كان يعني اطلق هذه المبادره او قال الفكره دي من فتره طويله، يمكن بقاله 3 4 5 سنين، بس جه الوقت دلوقتي اللي يسمح ان احنا ننفذ هذه المبادره. واعتقد يعني انا بس مش انا عارف طبعا بس بقول كده يعني، انه نظرا لتبني الوزاره والتشجيع اللي شافه من قياده الوزاره، اتحاد الصناعات وعلى رأسهم رئيس اتحاد الصناعات المهندس محمد سويدي كان تشجع جدا وعمل حاجات هتبان في الكلام. عظيم. ده قضية التبني، وهي نقطة أنا شخصيا كراجل مهندس مرحب بيها جدا يعني.